شو هي المجلات الطبية اللي لازم كل طبيب يكون مطلع عليها بغض النظر عن تخصصه؟ في مجلات عامة محترمة مشهورة، معظم الدراسات الكبيرة والضخمة والمرافقة للمؤتمرات الكبيرة بتنزل بوحدة من هالأربع مجلات. لازم يكون واحد متابع لها، مطلع على اللي ينشر فيها. هذه المجلات كلها أسبوعية، هذا لا يعني أن الواحد لازم يقرأها أسبوعيا، لأنه مو دائما بينزل فيها شيء بوافق تخصصه. ربما بالشهر مرة أو بالشهرين مرة ينزل فيها شيء مهم، بس لما بينزل فيها شيء بيكون مهم جدا. عادة هاي المجلات محترمة مثل ما قلنا، بير ريفيو بمعنى آخر، في مين بيراجع وبيصحح وبيدقق وبيحسب الإحصاء وبيحسب الأرقام، ولو في خطأ لاحقا بيصححه وبيعترف فيه. فهي المجلات نسبيا نسبة الثقة فيها قياسا بغيرها عالية جدا. المجلة الأولى هي نيو انجلاند جورنال اوف ميديسين، المجلة المشهورة، هي أشهر أعلى مجلة طبية بموضوع التصنيف والثقة. هي المجلة بتصدرها أو بتتبناها الماساتشوست ميديكال أسوسيشن، اللي هي أحد الولايات الأمريكية، الجمعية الطبية لأحد الولايات الأمريكية. هاي المجلة تم نشر العدد الأول منها عام 1812، تخيلوا أنه هلأ صار لها 190 سنة تقريبا بالسوق، مستمرة ما توقفت عن الإصدار. إضافة إلى أنه الإمباكت فاكتور تبعها ممكن نشرحه لاحقا باختصار، أعلى رقم بين المجلات الطبية هو 74، حطوا بالكم. هذا اسمه معامل التأثير، كل ما زاد عدد المجلات اللي بتنشر مقالات وبتعزو المقالات تبعها لمقالات موجودة بنيو انجلاند، يعني بتحط مقالات نيو انجلاند از ريفرنس لإلها، بيرتفع الإمباكت فاكتور تبع النيو انجلاند. فهذا اسمه فهو أعلى رقم عند نيو انجلاند. هلا المجلة الثانية اللي هي الجامعة، الجورنال اوف ميديكال، جورنال اوف امريكان ميديكال اسوسيشن. المجلة هي مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، مع آخر نقابة الأطباء الأمريكية أو بدكم إياه الأمريكان ميديكال أسوسيشن. هي المجلة كمان أمريكية، بدأ صدورها تقريبا بال 1830 تقريبا، والله ما عندي الرقم. المعامل الاي اف تبعها 45، كمان مجلة شهيرة، كمان مجلة بير ريفيو. معظم المؤتمرات مثل ما قلنا لما بتنزل دراسات كبيرة بتنزل بالجامعة بنفس اليوم. في مجلتين ثلاثة بريطانيات، كمان مجلات عامة ما هي متخصصة. مجلة البريتش ميديكال، البريتش ميديكال جورنال، اللي هي البريتش ميديكال اسوسيشن، رابطة الأطباء البريطانيين، هي الجهة اللي بتصدرها، كمان مجلة شهيرة وعريقة بدأ إصدارها بال 1840. الآي اف تبعها، الإمباكت فاكتور تبعها بيطلع 30، فانتوا تخيلوا على الارقام. لانه بكره لما بتحكوا مجالات تخصصيه، لما بحثت انا احسن مجله تخصصيه ربما ما وصل معامل الاي اف تبعها لل 30 لل 15 او لل 20، فهون نحن عم نحكي عن 30. المجله الرابعه والاخيره بهدول المجلات الشهيره اللي لازم اي طبيب انه يكون مطلع عليها هي اللانسيت، مجله ذا لانسيت، مجله بريطانيه. صراحه ما في الا جهه رسميه داعمه، يبدو بداها طبيب جراح بريطاني بال 1823 واخذت سمعه محترمه على مدى السنوات، فهي من المجلات المحترمه. رغم انه يعني ما بعرف اذا الزملاء بيصححوا لي، ما في جهه رسميه بتتبناها. الامباكت فاكتور تبعها 59، يعني هي ثاني مجله بالمناسبه، 59 هي البريتش ميديكال، 30 الجامعه، 45 النجم او نيو انجلاند، 74، وهذا كله تصنيف في 2019. هلا ب 2020 شو حتصير الارقام ما بعرف. المجلات الثلاثه مش الاربعه، الجامعه والبريتش ميديكال جورنال وذا لانسيت، في كلهم لهم مجلات تخصصيه فرعيه. النيو انجلاند، نيو انجلاند فقط، بينما هدول الثلاثه الثانيات كلهم لهم مجلات تخصصيه فرعيه، انترنال ميديسن، السيرجري حسب علمي، حسب المجلات، البلمونري او الريسبيراتري موجودين كلهم بهدول، يعني كل وحده لها مجلات تخصصيه فرعيه مختلفه عن المجله الام. هدول المجلات مثل ما قلنا مو ضروري الواحد يقرأهم كلهم، ما حيقدر أصلا، بينشروا أسبوعيا، كل وحدة إلا فيها مجلات فرعية. بس لما بينزل فيها شيء مقال، لا يعني أن هذا المقال صحيح بالمناسبة، بس يعني أنه هذا المقال محترم، عمله شخص محترم ويستحق التقييم أو الدراسة المنطقية لحتى نشوف إذا كان فعلا بينطبق على مرضانا أو بيغير بالممارسة تبعنا أو لا ينطبق ولا يغير الممارسة تبعنا. السلام عليكم.